في فيديو اليوم راح نشوف بنات اليوتيوب العربي بشكل عام ونشوف مين بضبط تكون زوجتي منهم، فخلينا نحكي عن الموضوع اكثر. مرحبا يا جماعه، معكم محمد هيكل وجيتكم اليوم بفيديو جديد. كل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم يا جماعة. إن شاء الله يكون رمضان مليء في الرز بحليب والتمر الهندي والشاورما، والله يبعد عنكم البامية والأندومي والعصير هذا أبو العشر قروش اللي بتديره بخزان، بعمل لك إياه خزان عصير عادي، اشرب منه كاستين بصيبك تسمم غذائي. بعدين مش بس رخيص وبعمل مسبح عصير، البكيت يا إخوان بتحسوا فيه هكر، بيخلص رمضان بيجي العيد، قرب يجي رمضان الجاي ولسه في نصه، وبطلعوا لك نكهات غريبة عادي، روح بتلاقي نكهة الكيوي مع الليمون، بتحسوا هذا قاعد هيك قرفان بقول لك آه شو هالقرف هذا، خلنا نروح أعمل لي نكهة عصير بدل ما أنا قاعد. عادي ممكن يروح يعمل لك نكهة الكولا مع الملوخية الخضراء الناعمة، نكهة بوكسرات أيمن. شوفوا ليمون وكيوي ممكن نهضمها، أما هذه اللي عامل لي نكهة برتقال وجزر، يا زلمة كيف فكرت فيها؟ كيف خطرت على بالك؟ كيف عصرتهم؟ بعدين الجزر ما بنعصر، ما في سائل، كيف عصرت الجزر؟ بدي أعرف أنا كيف؟ كيف حالكم أنتم؟ إن شاء الله أموركم تمام. أنا والله جاي أقول لكم كل عام وأنتم بخير عشان رمضان، كيف وصلت لعند الجزر كيف بنعصر؟ بعرفش. المهم يا جماعة، بما إنه ضايل نص ساعة وبأذي الفجر ندخل في أول يوم رمضان، وأنا زلمة فيش عندي حل وسط، يا بكون قليل أدب على الآخر، يا بكون محترم وماشي دغري، وأنا عارف إنه مجرد ما دخل أول يوم رمضان راح أكون محترم. فخليني نستغل النص ساعة اللي ضايلة هاي في قلة الأدب وندخل نشوف نسوان، النسوان هم ثالث أحلى إشي بالحياة بعد النساء والبنات، كل بنات الكوكب حلوين إلا بنات حارتي، أقسم بالله نفسي أشوف بنت واحدة حلوة عندنا بالحارة يا جماعة، صحراء قاحلة شواربهم أطول من شواربي، والله بنات حارة أبو النار فيها بنات حلوين أكثر من بنات حارتنا. فخلينا نستغل النص ساعة اللي ضايلة هاي وندخل نقي زوجتي من بنات اليوتيوب قبل ما يأذن الفجر، ندخل أول يوم رمضان وخلص أصير مسلم. لا هو انا اصلا مسلم بس بصير كثير مسلم، بصير مسلم 11 برو ماكس 256 جيجا، بصوم كل يوم مرتين، بتوظف مية زمزم. هاي زي ما انتم شايفين هون يا جماعه، نسوان اليوتيوب كلهم مجتمعين على التقييم ما شاء الله، الله يرزقني اياهم جميعا يا رب. والتقييم راح يكون بناء على عوامل، اهم شيء شكل الخشم، يعني انا خشمي كبير بدي واحده خشمها صغير، ما بزبط اتجوز واحده خشمها كبير، شو نخلف ولد خشمه واصل لركبه؟ شوفوا مثلا زي شروخ ما بزبط اني اياها نتجوز، تخيل ندمج خشمي مع خشمها بنخلف ولد بصير لما يروح على المدرسه يمسك خشمه يحطه على كتفه هيك ويطلع يداوم. ثاني تقييم هو شكل الاصبع، زي ما انتم شايفين اصبعي شكله معوق، ما بزبط اتجوز واحدة اصبعها معوق زي اصبعي، لانه منخلف ولد بكون معاه خلع ولاد بايده. اول تقييم معانا هو ام هيكل، خلص ام هيكل انت هيك دخلت التاريخ كامير الجيش الهياكل اللي كلهم خمسه، ثلاث منهم اصحابي وعمي بشير وايمن. ثاني تقييم ضرت ام هيكل، هسه في حال ام هيكل خربت ايه ماتت لا سمح ان شاء الله انا ولا انت، هيك صار اي شيء مثلا طلقت يا اخي يكون في لها بديل دغري. ثالث تقييم معنا هو صديقه، صديقه يعني ما بزبط نتزوج بسبب ظروف خشميه واصبعيه فمنكون اصحاب وخلص، وفي حال ام هيكل وضرت ام هيكل قصروا بخونهم معي. رابع شيء بزوجك لحدا بعرفه، يعني انا ما بزبط اتزوجك ولا بزبط نكون اصحاب بس ما بوفرك هيك، بزوجك لابوي لعمي لاصحابي بنشوف مين المناسب وبنحطه. اخر شيء معنا روحي احلقي شواربك، يعني الله يعطيك العافيه مشاركه جميله رائعه، معك اربع نعم بس انه روحي احلقي شواربك. اول واحده معنا ام سيف، ام سيف انا وياك والله ما بنزبط لبعض يا ام سيف، يعني اهم شيء في العلاقه هي الصدق والسباحه وركوب الخيل، وانت ولا واحده عندك منهم، الصدق مش موجود، يعني انت كذبتي على 25 مليون انسان، كيف بدي اامن لك تكوني شريكه حياتي؟ بكره اروح اسالك وين كنت، تحكي لي كنت عند صالون التجميل بعمل اظافر وتطلع انت وماهركو طالعين مع بعض من وراي وانا ما بعرف وباقي تكذب علي، هيك يا ام سيف تعملي بشريك حياتي؟ بسم الله جرحتيني جروح عميق وصل للمعده. ولا بكره عند اول طوشه انا وياك تروحي فاتحه كاميرا ودغري ماما شرطه ابو هيكل بعنفني تعنيف اسري شرطه الحقوني، تعملي لي حركتك هاي. بعدين كيف اسمك ام سيف وانت مش متجوزه وما عندك ولد اسمه سيف؟ شفتي كيف بلشت كذب في بدايه العلاقه؟ لسه ما قلنا يا هادي وبلشنا كذب، صح انه انا اسمي ابو هيكل وما عندي ولد اسمه هيكل بس انا عادي وانت لا، يعني انت عندك اكبر كذبه بتاريخ اليوتيوب، كاذبه على 25 مليون انسان، ما بدك تكذبي علي انا والله بجوز حفلتنا تعمليها بكذبه نيسان. ام سيف احلقي شواربك. ثاني واحدة معانا صبا، والله صبا لطيفة حلوة وخشمها كثير حلو، خشمها هيك بتحسها بتغسله بماء ورد كل يوم، بتحس ما في جيوب انفية اصلا، انا مستعد اتجوز خشمها لحاله، بتحس خشمها هيك زي كأنه معجونة، هي مسكته وشكلته على وجهها زي ما بدها، انا خشمي بتحسه زي كأنه واحد شبطني بحجر كبير وركب بدل خشم. والله صبا كان بودي احطك ام هيكل بس والله احمد اللي يهجم علي على الدار، بدي احطك صديقة بس اقسم بالله مش من قلبي. بعدين احمد انت بدك البنت كلها يا اخي خذها وخلي لي خشمها، خليني احس الناس اللي عيلة من ناحية الخشوم، انت لو تشوف خشم ابوي راح تفهم قصدي. خلص يا اخي كنتم اخوة فتقاسموا والدنيا رمضان وانت شايف كيف الوضع، صحراء قاحلة يا زلمة، اقسم بالله الواحد بحاجة خشم يهون عليه تعب الحياة. ثالث واحدة معانا بالتقييم شروق تأيت التيك توك، شايفين بالصورة تأيت التقييم كم حجم اصبعها يا جماعة؟ وانتم عارفين شو مشاكلي مع الاصابع، يعني اصبعها لا بنقاس بالسنتي ولا بنقاس بالمتر، اصبعها بنقاس بالدنم، والله لازم تطلعي له شهادة ميلاد خاصة لاصبعي. ما بتنمر من الثاني عندي اصبع معوق كمان عشان هيك ما بزبط، اصبعي واصبعك ما بزبطوا لبعض، حتى لو بدنا نقهر الظروف ونتجوز القاضي ما راح يرضى يكتب كتابنا، راح يقول لك ما في توافق اصبعي بيناتكم، عشان هيك ممكن اجوزك لحدا من معارفي، ممكن
ممكن اجوزك لابوي، ترى ابوي تفرقش معه، اصبع راس مربع رجليك الثنتين شمال بوفرش اشي، ابوي راح يجوزك 100%، وانا متاكد انه ابوي وامي راح يتطلقوا بعد هذا الفيديو. رابع واحدة معانا نور ستار. هسه نور ستار عندي معها خلاف بسيط، هسه خشمها قبل عملية التجميل كان عبارة عن نفس خشمي، لو دققوا شوي على الموضوع بجوز يطلعوا خشمي وخشمها اخوان بالرضاعة، اما لما عملت خشمها الجديد بعد العملية اذا بلش وجهها يبين، خشمها صار حلو، بلشنا نعرف عندها ثوم عندها عيون، خلاص خشمها صغر. هسه اولادنا راح يطلعوا على الخشم القديم ولا على الخشم الجديد؟ انا ابني هيكل بهمني يكون خشمه صغير عشان يكون زير نساء عكس ابوه، عشان هيك قاعد بدور على انثى خشمها صغير، اما اذا بده يطلع على نفس التحديث القديم تبعك لا ماليش مصلحه. يا ريت اذا في دكتور يخبرنا، والله اقسم بالله هسه انا لو عملت عمليه تجميل لخشمي اولادي بيطلعوا على الخشم الجديد ولا على الخشم القديم؟ انا بدي اعرف، بدي اخذ قرار، هذا مستقبل وشريكه حياه. شوف نور ستارز، انا بدي احطك ضره ام هيكل لحد ما اتاكد من المعلومه هاي، اذا طلع خشمك صغير ان شاء الله يكون في نصيب، اما اذا طلع التحديث القديم تنزلي بتحلقي شواربك. بعديها عندنا رغده كوميديان. ايش رغده وقت الشد؟ والله يا جماعه رغده لطيفه كويسه يعني وكيوت وخشمها صغير واصبعها يعني اهم شيء، بس المشكله دائما بتسافر مع الشباب، وانا الشاب الشرقي غيور بغار على ام هيكل، اروح بكره اصحى من النوم ارن عليها وينك، تحكي لي والله مسافره مع وسام قطب على المالديف، باجيك على المالديف ورجعك على الاردن من شعري. رغده بدون كلام كثير اطلع لعند صديقه لانه ضايل 10 دقائق للاذان وبدي الحق اشوف نسوان كثير. بعديها انا بيسان اسماعيل مش موجوده بالتقييم لاني خربطت بينها وبين هاي اللي مش عارف مين هي اصلا، بعثوا لي اياها على انستغرام، بس والله لطيفه يعني شكلي شايفها قبل هالمره، يعني ممكن يصير علاقه بين خشمي وخشمك لقدام. طبعا بيسان اسماعيل عبكير حاب اقول لك انزل احلقي شواربك لعده اسباب، اولها عمرك 15 سنه بعد البامبرز معلم على خصرك، ما بزبط تكوني ام هيكل. بعدين ليش شفافك حمر وعيونك اخضر وشعرك اصفر؟ شو اشاره مرور يعني بس تصير عيونك خضراء امشي؟ مش ضايل بني واصفر وبنفسجي بتكوني خلصتي كل الوان الحياه بس على وجهك. اذا انك شفتها بالشارع بمنظرها هذا وهي مغمضه عيونها ظلك واقف، اذا انك مشيت تتخلف قطع اشاره ضوئيه، لازم بس تفتح عيونها وتشوف اللون الاخضر تمشي. صح ان الخشوم والاصابع عنا متوافقين، بس لازم تنزلي تحت تحلقي شواربك لانه مش كل شيء بالحياه خشوم واصابع، في شغلات اهم من هيك. مثلا عمرك 15 سنه، بكره لما تكبر تصير عمرك 25 سنه خشمك راح يكبر معك، راح اكون اكلت المقلب وهيكل راح يطلع خشمه هلقد. هاي البنت اللي بعديها انا مش عارف مين هي، او مش عارف انا شايفها قبل هالمره بس مش متذكر مين هي، بعثوا لي على انستغرام، خايف هسه تطلع مش يوتيوبر، تطلع محاسبه بسامح مول واجيب العيد. البنت ذات القميص الاحمر والاشاره الابيض، طلع كثير نسوان حلوين يا دوب الحق اشوفهم قبل ما ياذن. انا متاكد شايفها قبل هالمره بس مش متذكر وين، خايف تكون واحده من بنات الحاره بالاخير. شوفوا انا بدي اعملها خانه لحال اسميها مين هاي والكومين هاي، تفضلي عند خانه مين هاي صديقتي وتشرفنا معرفتك. بس اللي متاكد منه انه مسكت النظاره هي هيك مسكت نظاره واحده من بنات الزرقاء، اروح هسه اقولها خشمك بناس مش خشمي ولا الاقي 11 اخو هاجمين علي على الدار؟ لا يا عم خانه مين هاي مناسبه لك. بعديها عندنا نارين بيوتي، شوفوا خلينا نتفق ان نارين بيوتي احلى واحده بتاريخ اليوتيوب العربي كامل، ولا عنده راي غير هيك يجي نتطاول. هسه بيجيك واحد بيقول لك ما هي زي نور ستارز برضو عملت عمليه تجميل لخشمها، راح اقول لك ما دخلك ما تتدخل، انا متاكد انه هاي راح يطلع خشمها اولادنا على التحديث الجديد. شوف الخشم شوف العيون شوف الشعر، والله بتحسها هكر هيك كل شيء فيها حلو. بعدين عندها كثير خوات حلوين، يعني بتجوز انا وكل العيله، مش بحسن نسل العيله، بحسن نسل المملكه الاردنيه الهاشميه كلها. غير هيك عندها 10 مليون مشترك. هسه بالصوره المصغره بحط حالي انا وياها والعنوان يكون انا ونارين بيوتي تزوجنا. اوف شو اني انا مشكل مشاهدات، انا حيوان مشاهدات. حتى لما نطاوش انا وياها راح تكون طوشه لطيفه، شفتوا طوشتها مع نور ستارز كيف؟ يو نيد هيلب يو ار سيك، يعني تخيلوا اكون اطوش انا وياها وتيجي تحكي لي يو ار سيك، والله انا الغلطان، انا الحيوان اللي طوشت معك اصلا. تفضلي اخت نارين بيوتي، شو اخت ما اخت، تفضلي مرتي نارين بيوتي عند خانه ام هيكل. عقبال ما نجيب ام هيكل حقيقيه يا جماعه واعمل قناه عائليه اسميها عائله الهياكل واعمل فيها مقلب الحمل ونجيب مشاهدات ومصاري. اخر وحده معنا يا جماعه برهوم معراوي. برهوم معراوي ما بنظبط انا وياك نتجوز لعده اسباب، اول شيء انا ما بحب النسوان اللي شعرهم ازرق، والله بذكروني بام زيك اللي باب الحاره مع انه ما لهم دخل ببعض بس خلص هيك بذكروني فيهم. ثاني شيء ما بزبط اتجوز واحده محتواها مسروق، اللي بتسرق محتوى ممكن تسرق اي شيء عادي، ممكن تروح تسرق مصاريه بكره، ممكن تسرق اوعيه تروح تعطيهم لاخوها، وانتم بتعرفوا انا بدي اتجوز عشان اعمل قناه عائله الهياكل، اروح اتجوز واحده بتسرق محتوى تروح تسرق لي محتوى وتحطه بالقناه، الاقيه بكره القناه عائله الهياكل كوبي بيس عن انس واصاله. يا صديقتي يا برهوم انزلي احلقي شواربك، مع انه في الشوارب اصلا بس خلص دبري حالك احلقيهم. وبس والله يا جماعه هذا كان فيديو تسليكي هيك نبلش في رمضان، ضايل الاذان 5 دقائق، راح احاول برمضان انزلكم فيديوهات قد ما اقدر، مش راح نترك انسان بحاله. احكوا لي انا اكثر وقت بيناسبكم اصلا انزل فيه الفيديوهات، قبل الفطور بعد الفطور على السحور. بما انه برمضان ما بزبط نعمل اغاني مفكر اعمل انشوده، بس مش انشوده عاديه، دس على شكل انشوده. اذا بدكم هيك شيء او بتحبوا هيك شيء اكتبوا لي بالكومنتات راح اعملها. وصل يا جماعه هذا كان الفيديو اليوم، لايك شير مش تذكروا حكيت دائما تسوي بلاتي 25 كذا بدي اشوفكم جزاها.